برضو انت يعني هل انت خدت راي كابتن طارق؟ انا مش يعني انا عايز اطلع من الموضوع، مش عايز اقلبها دراما، ولكن يعني برضو مش قادر، ولكن خدت راي كابتن طارق محروس؟ استشرت مين يعني؟ انا استشرت كذا حد، اولهم كان والدي ووالدتي طبعا وزوجتي بعديها، وبعد كده طبعا رحت اتكلمت مع كابتن طارق محروس وكابتن هاني فخرواني. بص انا يعني انا من نوع الناس اللي هو عناديين شويه، عارف لما خدت القرار عاوز اطمن نفسي ان القرار صح، فطبعا طبعا رايهم يحترم. اكيد في الاول كانوا مش موافقين القرار، بعد كده اقنعتهم يعني بوجهه نظري واسبابك. طبعا اكيد قلت لهم السببين التانيين اللي احنا ما نعرفهمش، قلت لهم الاربع اسباب طبعا. بس فانا شايف ان هم كانوا، واخدت راي مصري وكريم هنداوي، كانوا معارضين تماما. بس يعني انا شايف ان القرار اكيد في قرارات او قرارات طول حياتك لازم هتبقى في الصعب وفي السهل، بس صحيح. انت تتحمل مسؤوليه القرار بتاعك سواء صعب سواء صح او غلط، تتحمل وتبدا تختار طريقك صح. وفي الاول والاخر اي اختيار بتاخده هو اختيار ربنا، مش انت مالكش دور فيه، انت في الاخر سبب. فانا الحمد لله راضي بربنا اداهولي الفتره دي كلها، والحمد لله يا رب العالمين.